اكتر من كده ما اقدر اوقف. يلا ايه افتحوا الباب. رامز انت هنا؟ الله يبارك، تعال تفضل. شي اقرا اقرا بحياتنا. تفضل. كيف حالك انت؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ تفضل تفضل. مرحبا. تفضل. يا راي اسمعيني زين، باختصار زوجش حالته النفسية تعبانة، أمس مساكين لو ما وحيت عليه كان دخل في البنك. خلاص نسي اللي صار وهدي بيت زوجش، ترى زوجش أبو أولادش، وبعدين هو ترى موضوع النفس هذه خلاص نساه، ما يفكر فيه أبدا. زين بيكون هالمرة غير رايه وعقل، مرة الجاية يسوي كلامه صحيح ويتزوج علي. لا مساكين تاب زهران تاب، صدقيني أنا وهذا اللي صار بينكم مرة ثانية ما يتكرر بقى. انت اعطيه فرصة، وبعدين لا تنسي رايك، هذاك زوجش ابو اولادش يهون عليش، انت جالسة هنا وهو مساكين جالس البيت ينتحر، ما يهون عليش. والله ما اعرف ما اقول لك، حيرتني وحدي. لا تقولي شيء راي الله يهديش، لا تقولي شيء. روحي جيبي ثيابش وهناك مساكين رجال يحرسنا، انا تراني اروح واجيش، ما لناش ليش تو. انت شوفي نفسك ورتبي امورش وزهبي ثيابش وانا ارجع لك مرة ثانية. زين زين اجي معك. لكن عاد اسمعني. عن لا يجي يوم وزهران يغير رايه ويسوي فيي كما سوته. هذيك ساعة انا هفسه، انا هفسه. انتي سمعي كلامي ورتبي امورش وجيبي ثيابش وانا اجيش بعدين، فهمتيني؟ صار شلبتيني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، سأل عنش. سامحوني يا اخوان، انا جيت هدي علشان اكون نفسي واشوف لي شغلة زينة، لكن النتيجة اني خربت بيوت ومستقبل ناس وبهدلت عمري. انت السبب اللي حصل، كان المفروض انك ما تستعجل على رزقك، والشغل ما بس تعال واشتغل واللي يصير يصير، المسألة محتاجة دراسة وتخطيط يا شامس. والأهم من هذا كله، المسألة محتاجة الوقت وخبرة، وهذا ما يجي إلا مع مرور الوقت. بس انت الله يهديك مستعجل وتبغى توصل بسرعة. انا خلاص قررت ارجع البلاد عند اهلي واولادي واشوف لي شغلة هناك زينة في بلادي بعيد عن المشاكل. انا عندي هناك مزرعة صغيرة ولو انها تعبانة شوية، لكن يلا بحاول اصلحها وبزرعها وبتسترني وتستر اولادي من بعد. هذا أحسن خبر سمعته منك من مدة. وإذا احتجت لشيء ولا شيء إحنا مستعدين نساعدك، اطلبنا وتلقانا معاك على طول. الله يعزكم، أنتم ما قصرتوا معي وأرجوكم سامحوني، يمكن غلطت عليكم، أرجوكم سامحوني على كل كلمة قلت لكم إياها، سامحوني. قاعد لا تجلس تبكينا وعينيك يا شامس، أنا الدمعة في عيني جالس ادور وجهي منه ومنه لعلها تنزل. يلا اشوفكم على خير. امين التلفزيون هاي بتحتاج له؟ انا اقول ما يستوي ارجع البلاد ويديني خاليه، لازم اشيل شيء معي يعني. يلا يا زهران يا اخوي استهدي بالله وخلنا نصير عند رايه ام محمود، اتصالحوا وخلونا نفرح بكم. خلاص خلاص الحاج مراد، انا بهاجر، ما اقدر اجلس في البلد هذه دقيقه واحده، ما اقدر اشوف وجه رايه المسكين بريئه بعد ما ظلمت. زهران الهروب من الواقع ما هو حل، لازم تواجه المشاكل وتحلها مهما كانت النتائج. وبعدين تراكم زودتوها، يلا تصالحوا وانسوا الموضوع. صح يا زهران صح، بعدين انت ليش تكبر الموضوع والضخمه؟ قول انه كان سوء تفاهم وانتهى الله يهديك. رايه تعيش في شك من التصرفات، انت تاخرت 5 دقائق تسالني ليش متاخر، تفكرني اقابل حد من وراها، إذا شافتني سرحان، ليش سرحان؟ شافتني أتكلم بالتليفون، تجلس تسمع إيش جالس أقول؟
الشك يا جماعة إذا انزرع في قلوبنا بيكون شوك يجرح علاقاتنا. زينو، وعلى وين ناوي تهاجر؟ عن يكون باغي تصير كندا؟ لا، أنا للحين ما قررت، لكن أظني بروح رستاق. أنا ما مصدق اللي يصير، أكيد أنا أحلم. زبيدة، أنت بعدك صغيرة، أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يوفقك، إنش ما تشوفي اللي شفناه إحنا. يلا الحاج مراد، أنا بهاجر، بسافر، بودع دنيتي. يلا مع السلامة. مع السلامة يا جميل. تمام لك. السلامة يا مروحتي، مع السلامة يا تلفزيوني، أشرطي مع المصارعة، مع السلامة، مع السلامة يا أصدقائي، سامحوني أنا تعبتكم وايد، لكن ما يخالف، تحملوا، إلى لقاء الحاج مراد، إلى لقاء يا زبيدة، أمان الله. مالك ذاك زعلان وكأنك باغي تهج مثل ما تقول؟ جلست بيتك وبيتك أولابك، وهذه زوجتك قلنا لك إياها، وإن شاء الله يا جماعة من اليوم ما في زعل أبدا. أقول زهران صالحة، هاي صالحة. الحمد لله. الحين عاد يا زهران لازم تتصالح. لازم وتنسوا الزعل. يلا عيل نحن بنروح. يلا يا أبوي. ها عشيمة، جلسوا هنا تقهوي خلاف سير. يتقهويوا؟ ما يتقهويوا، لا يقولي يشربوا شربت. اليوم في الحقيقة يا جماعة احنا محتفلين بأخوي زهران ورايح، ولازم نشربكم شربت لأن اليوم عيد. نعم، بس أبغى واحد يساعدني. حمود تعال أبو، تعال 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 تعال. أعتذر، يعني أنا حسيت نفسي إني ضايقتش كثير، آسف. مسموح مسموح يا بنت حلال، بعدين إذا أنا ما سامحك على الخطأ أبو تسوي من يسامحك؟ يا سلام يا سلام على الصلح بعد الخصام. الله يجيركم من الزعل والخصام. مشكور الحاج مراد، كثر الله خيرك، أحسن. رايح ان شاء الله من اليوم رايح لا يكون لا بيننا لا زعل ولا خصام ان شاء الله، وخلاص انا بشلوس وبنشتري سياره وبسجلها باسمك. الا ما ابغى سياره، الدراجه هذه بو عندك تكفينا، بس عاد اباك تاخذ لي كاتشه يكون اسوق الدراجه. كاتشه يا جماعه، يا جماعه انا هذا سويت شربت، لكن عاد سامحونا يمكن قللت من الملح شويه. ملح؟ ملح
جيب ابوي انا اسوي عنك الشربت. هات. انا وحدي ما اعرف رايي لك. سير يا ابو سير قبلي سير. تعال تحبون تعال. يا سلام محلانا اليوم. انا كنت دائما اقول ربنا تجيب العواقم حميده. شكرا لك. من حميدتي وابو تفضل. كيف حالك عمي؟ اهلا وسهلا حياك الله. يا هلا بالغالي. حيا الله بمن زارنا. تفضل استريح. باين عليك تعبان شويه. لا الحمد لله انا مرتاح. انا جاي في سيارتي اللي بو 6 سلندر والمكيف بارد ولابس عمامتي اللي بو 8 ريال. صراحه ما معض راسي، يعني انا مرتاح واحسن راحه. ايه عجب. استريح يا ولد استريح على هذا الدوشك بو 10 ريالات. انا بصير اجيب لك شربت بو 100 بيسه. انا لك شوي. استريح. انا خبرت زبيده هي بتجيب الشربات. ايش اخبار خليفه؟ بخير ويسلم عليك. اقول عمي انت كلمت زبيده عن الموضوع كامل؟ قلت لها اني جاهز ومستعد للزواج؟ اي نعم يا ولدي انا كلمتها وقلت لها كل شيء، وعلشان كذي هي طلبت حضورك هنا في هذا البيت علشان تتفاهم معك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف حالك زبيدة؟ بخير يا بنتي. انتي طلبتي امين وهذا هو الرجال قدامش، وسأليه على كيفش. انا معاشي 800 ريال وعندي سيارة 6 سلندر وفيها مكيف، واحيانا يعني في الشتاء اشغل دفاية، وعندي فيلا واسعة وعريضة وفيها ليتات وساكنين فيها بس أنا وخليفة، ولما بتزوج بيطلع هو بيطلع. أعرف كل هالأشياء بس أنا أريد أسألك سؤال واحد. أنت ما عارف أني أنا مخطوبة لرامز؟ أو على الأقل ما عارف أن رامز ناوي يتزوجني؟ أنا عارف بس أنا جاهز للزواج،
بس بعدين يشتغل، بعدين يكون نفسه. أنا أقصد أنت كيف تتقدم لي وأنت عارف أن صديقك رامز باغي يتزوجني؟ ما حس أن الموضوع فيه غلط؟ غلط؟ وهنا غلط الله يهديك. يا أخ أمين، أنت كنت عارف من الأول أن أنا ورامز البعض، ورغم صداقتك لرامز عملت من وراء ظهره عشان تخطف البنت اللي هو حبها بدون ما هو يدري. إذا كنت فعلاً تعز أصدقائك كنت ضحيت، ما عملت اللي عملته. بس أنا سويت كل هذا علشانك. اليوم أنت غدرت بصديقك وخنته، وأكيد بكرة رح يجي منك أكثر. يا أخ أمين، البنت فينا لما تتزوج تبغى زوجها يكون صاحب مبدأ وخلق حسن أكثر من رصيده في البنك. يجوز أنت أغنى من رامز بفلوسك، لكن هو يبيعك ويشتريك بالقيم. هاي قيم وهي خرابيط اللي تتكلمي عنها الله يهديك. رامز كل يوم يفشل. أرجوك لا تغلط في كلامك. رامز صحيح فشل في عمله، لكن نجح بنظري، كونه عمل كل شيء علشاني. رامز ضحى بكل شيء في سبيل إرضائي. لمعلوماتك يا أخ أمين، رامز تخلى عن كل شيء علشاني وبيدخل المعهد علشاني أنا بعد. قول شيء يا حاج مراد. والله يا ولدي أنا مثل ما يقولوا ديمقراطي. هاي هزبيدة قدامك وهي ما صغيرة. هاي يا بنتي، في شيء زيادة بغيت تقوليه؟ هنا الزيارة انتهت. أنا جايبت لك شريط جديد مع الفيديو مع المصارعة 89. صحيح. إي نعم. يا سلام يا رايا، يا سلام. كذاب غاش. ونعم ونعم الزوجة المثالية أنت يا رايا. أنا مستغرب طول المدة هذه أدور بعيد بعيد وأنت قدام عيوني ما أشوفك. زهران ما لها عيونه؟ ألاقيها عشان نقدر ما تشوف الفيديو. رجعنا رايا، رجعنا. زين رايا، ايش رايك بالمناسبة هذه؟ مناسبة صلحنا يعني نروح انا وانت نتعشى كذا في مطعم على ضوء الشموع، ها؟ مستخسر شني مطعم في الليتات، بتوديني مطعم كله في النادي. بلاها هذه يا راية، بلاها. راية ايش رايك انا وانت يعني نسافر بلاد كذا بعيدة؟ انا وانت بروحنا ما حد معنا، ها؟ نروح مكان بعيد بعيد. اي والله فكرة زينة. زين مو رأيك تصير بعيد؟ هين عاد هين؟ ايه هل بيسموها الاسكيمو؟ نعم الاسكيمو مرة واحدة. رأي انتي نفسك انتي الطول طول متر، بالبرودة تنكمشي وتصير شبر. تبغيني احط كذا في ايدي وادور بش قدام الناس كذا؟ شنو هذا؟ هذا فين تبغانا نسير؟ يعني تبغينا نروح نروح مكان كذا كان بعيد وواسع. ايش رايك نروح بدري؟ بسيطة يا امين، بسيطة. تعيش وتاكل غيرها، ومثل ما يقولوا الزواج قسمه ونصيب يا اخو. هاي الغبي رايح عندهم كان رايح اطلب سلفة من مدير بنك. جلست تفوشة. انا عندي سيارة 6 سلندر، عندي بيت في ليتان. انا بس عندي بيت في ليتان؟ كل الناس عندهم بيوت فيهم ليتان. والله اسمي اني ضيعت على عمري عظيم. يا ابن الحلال لا تقعد تحسبها كيف وكيف الحين. المهم تدير بالك على عملك، وبنات الحلال كثيرات، ومثل ما تعرفت على زبيدة اتعرف على غيرها يا اخي. هذا رمز اكيد جاي يضربني. نعم اكيد. مسك الله يخليك، هذا قلت ترى ما اقدر عليه. سلام. وعليكم السلام. شامس موجود؟ اي موجود. لا ما موجود، راح البلاد خلاص ما بيرجع. اهلا امين، كيف حالك؟ وين شامس؟ قلنا لك شامس راح البلاد اخوي. مو سوينا عنده مزرعه راح يصلحها ويشتغل فيها هناك. ريحنا وريح نفسه. على مو احنا ننسى سالفه شامس. انا بالحقيقه يا امين
في حساب بيني وبينك وجاي اصفيه. خليفه خليفه اخوي مسكي، انا ما قلت لك انه جاي يضربني، هذا ما قلت لك، قاصدني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مالك يا اخوي امين خايف ومرتبك؟ انا الحقيقه ما قاصد شر، انا بس جاي اعتذر منك على اللي حصل مني، واقول يعني ننسى اللي حصل ونفتح صفحه جديده، يعني ونكون حبايب. مالك يا اخوي الله يهديك. والله ما ادري ايش اقول لك يا اخو، حقيقه انا محرج، لكن مثل ما تعرف الانسان بعض الاحيان يسوي اشياء ما يكون قاصدها، يعني ارجو انك تسامحني يعني. لا لا مالي 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 انا خلي. زبيده سمعي، ترى عندي بنت عزمي اكثر من 10 انفار، ها البيت صغير وما يوسع، وبعدين بين وبينش بسني مصاريف. زين 10؟ انا لو كان عندي 3 صديقات تنزل. احسن احسن يا بنت الحلال، وبعدين قولي حال هذا رامز، ها قولي له عن يعزم اربعتها اذا كان عاد ولا بد 3 انفار. مسكين رامز ما عنده الا شامس، شامس بعد صار له فكه. اوه هذه رايه، اسرع شوفي. اهلا رايه تفضلي. مرحبا بعروستنا. مو مسويه؟ سكتي وين الوالد ما يبغاني اعزم غير 10 اشخاص. الله يحسبه ويكون عيد ميلادك. اقوم اتفاهم بيولو. لا 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 رايه، ما في داعي انك تطول الموضوع، كفايه المعازيم اللي راح تعزهم سوسن. اي اسمها سوسن وحليلها مسكينه. اقول انا قايدنيش عشان نتكلم عن العرس وايش تلبسي. يلا عقب تعال تعال تفضل سنتي. اخ ايش اوه زهران، اخوي زهران. اه مو قاعد يسوي المطبخ؟ ايش قاعد يسوي رامز؟ ايش جالس اقشر بصل؟ مسكينه رايه بتتعب في المطبخ. اقول زهران اخوي، المفروض انك تساعد زوجتك شويه. مفروض اقول نعم. اخوك رامز يبغى يكلمك في سالفه شويه. شيما كان فيك شيما كان شويه بس. سالفه؟ اي نعم. تعال معي المكتب. تفضل. يا رامز اخ. هات ما عندك يا غلام هات. زهران اخوي. نعم. انا في الحقيقه جاي اعتذر على اللي حصل مني. نعم نعم زهران، انت ما اخوي بس، لا انت في مقام الوالد الله يرحمه. نعم الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. اقول انا ما سمعت كلامك، صرت واشتغلت، لكن ابغى منك سماحه. سامحني انا تاكدت اخوي، تاكدت ان التجربه هذه فشلت، فشلت لاني ما كنت مستعد لها بس. لا يا رامز لا، التجربه هذه ما فشلت، والدليل انك تعلمت منها شيء، تعلمت منها كيف لازم تبني نفسك قبل لا تبني بيتك. زهران اخوي. نعم. زهران من اليوم ان شاء الله اسمع اوامرك، انت تؤمر واخوك رامز ينفذ. انا ما باغي منك شيء، كل اللي ابغيه انك تدخل المعهد المهني وتتعلم لك مهنة زينة تنفع نفسك فيها، وتأكد يا أخوي إن أنا بكون معاك في السراء والضراء وما بقصر. نعم زهران أخوي. نعم. أشوف دموعي قامت تنزل، أنا بيكون من البصل وحدي أبغى أطلع لك شوية، سامحني. والبصل؟ إيه. صبر صبر انتظرني أنا وياك. أه؟ بنروح بيت الحاج مراد. إيه. تكلمه في الموضوع مرة واحدة، موضوعكم أنت وزبيدة وما يصير الا الخير ان شاء الله، بس بغير ملابسي. تفضل تفضل. زين زين كذا ابغاك بحق. انا من رايي نسوي عرس مره واحده. وانا من رايي نسوي خطوبه احسن لحد ما رامز يخلص المعهد. صح خطوبه احسن. سكت انت، خلي الكلام بين الرجال بس. انا من رايي نعم ان نسوي زواج الحين علشان رامز يعقل
ويقدر يركز في دراسته. وانا من رايي نسوي خطوبه احسن علشان زبيده ورامز يكونوا نفسهم بعدين يتزوجوا. بس انا باغي اتزوج، باغي اتزوج، وزبيده تجلس عندي في البيت ما يستوي. اقول كذاك من الصبح، قصدك يعني تخليهم يتزوجوا ويجلسوا عندنا في البيت وجهنا فوقهم. تو احنا عاد صرنا عالة عليكم. يا اهل الدار افتحوا الباب نحن هنا. هذا صوت رامز. يا اهل الدار اسرف احد الباب نحن هنا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا. كيف حالك زبيدة؟ الحمد لله بخير. الوالد موجود هنا؟ ايه موجود، تفضلوا. كيف حالك رامز؟ السلام عليكم. رايح انت موجود هنا؟ انا قشرت ذاك البصل كله قشرته. نعم يا ربي. انا قلت لك قص بصله واحده بس ما كله، الله يهديك. تو ما دام انك قصيته كله كله وحدك. زين يوم جيتوا علشان نتفق على موضوع زبيدة ورامز، تو انتوا ايش رايكم؟ نسوي خطوبة ولا عرس احسن؟ والله الحاج مراد انا من رايي خطوبة اول، علشان اخوي رامز يعتمد على نفسه. احسن. بس انا اقول يا جماعة الخير، انا عمكم مراد اعتقد ان العرس افضل. صح. سكت. ايش رايكم تسوي قرعة؟ ما احسن؟ بس على المزح. يلا قومي زين، سوي لنا شاي. قومي. عمي مراد يا ساعدها مساكينه. جلس 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 نطبق عليك. يا زهران يا اخوي. نعم. انا اخاف سوسن ما تتفق مع زبيده وتقوم خلاف وتسوي مشاكل. بس انا اقول انه الحين اتزوجوا وياخذ رامز حرمته ويصيروا عندكم في البيت يجلسوا الين ربك يسوي وسيله ورامز يبني بيته. والله يا عم مراد انت عبقري. نعم انت المفروض يعطوك جائزه نوبل في الذكاء. نعم انا عندي فكره. ايش هي يا ام الافكار؟ نقضينا بسرعه. انا رايي يعني من راي زبيده نسوي قرعه. ايش؟ خط ولا شير؟ شير. We'll be right back.
انا كسلان لازم اجي اشارك في هذه الفرحه الغاليه العزيزه على قلبي. مشكور يا شباب. تفضل تفضل. يلا يا مطرب غني 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 غني. يلا حرك حرك. انا كسلان. Thank you.
عزيزي صاحبة.